وأكد محافظ صلاح الدين في كلمة بالمناسبة أن عام 2019 سيشهد تحسناً أمنياً كبيراً، وقال إننا سنقدم الدعم والإسناد لقوات الشرطة في المحافظة لتحقيق هذا المنجز. عام 2019 إن شاء الله سيشهد تحسن أمني كبير بجهود المقاتلين في كل الصنوف، ونحن نشد على أيديهم في هذا الاتجاه، وسنقدم لهم كل الدعم. لا نريد أن يكون هنالك اختلاط بين المدني والعسكري، وأن يحمل المدني سلاح ويتجول في الشوارع. نريد أن تكون هنالك إجراءات مشددة من القوات الأمنية بهذا الصدد. نريد أن يكون الشرطي وعنصر القوى الأمنية يكون شرطي وعنصر قوى أمنية في واجبه. نحن نطالب من قيادة العمليات وقيادة الشرطة بأن تكون إجراءات حمل السلاح أيضا محددة، وأن يكون هنالك ضبط في الشارع، وأن تكون متابعة على قيافة ونظافة والوحدات المقاتلة والضبط العسكري.